زي ما حضرتكوا شفتوا وتابعتوا معانا، يمكن دي اغنيه ضمن حمله بيقوم بها الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء والدوله المصريه لتشجيع الناس على الادلاء ببياناتهم فيما يتعلق بالتعداد السكاني القادم. والحقيقه يمكن احنا شفنا بالامس في ايضا لفته بتؤكد على اهميه الموضوع ده، انه الرئيس عبد الفتاح السيسي زار الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء لمتابعه تنفيذ مشروع التعداد السكاني لعام 2017 ومنفذ من قبل الجهاز زي ما ذكرنا، وادلى الرئيس الحقيقه ببيانات اسرته في رساله تاكيديه منه للمجتمع على اهميه قيام كل مواطن بالادلاء ببياناته، علاوه على ان ذلك كمان بيعتبر دليل قوي على ان بيانات التعدادات لها اقصى درجات السريه والاهميه. طيب يعني ايه التعداد السكاني العام لجموع المصريين؟ ازاي نشارك فيه؟ ايه اللي ممكن نقدمه عشان نسهل هذا الامر؟ وايه اللي هيعكسه التعداد السكاني لمصر؟ ده اللي هنحاول نركز عليه في الفقره دي مع الاستاذ سعد عبد الملك، مدير عام اداره التعدادات الاقتصاديه بمركز التعبئه العامه او بالجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. صحينك بدري ولا واخد على كده زينا؟ بنصحى الساعه 7. طب حلو، احنا بنصحى 5 مش هتفرق. يعني خلينا نبدا كده من الموضوع من الاول، ممكن الناس تفهم عن مشروع التعداد السكاني 2017 يبقوا مش فاهمين، طيب يعني ايه الجديد؟ ايه الاليات الجديده مثلا اللي هيتم العمل بيها؟ وبعدين نخش بقى للتفاصيل بتاعه المراحل المختلفه وغيره. اتفضل. في ناس معلش بتبقى فاهمه ان التعداد هو بنروح بنعد، يعني هنعد السكان وبس. طب اقول لك ما كل يوم معدي على صحصح يوم شايف الشاشه مطلع اعداد الناس، او والله ده سؤال فعلا اتسالته واحد صاحبي قال لي طب ما هم يا عم كل يوم بيطلعوا على الشاشه عدد الناس قد ايه، طب هيعملوا ايه بقى تعداد ليه؟ بدايه مشروع التعداد ده مش مشروع جديد، ده من 1882 وبيقام هذا التعداد. التعداد بيقام كل 10 سنوات. يعني اتعمل يعني في 2006 كان اخر تعداد ودي 2017. اللي بيميز بقى اللي بيميز التعداد دوت عن التعدادات اللي فاتت التابلتس بقى والحاجات دي اللي هو التكنولوجيا المعلومات. كويس. التكنولوجيا المعلومات زي استخدام جهاز التابلت، الاول كنا بنستخدم الاستمارات الورقيه. الاستمارات الورقيه كان فيها كانت ممكن مثلا تبقى بتتلف، ممكن تضيع. يبقى فيها حق العنصر البشري في التدخل برضه، وبتتراجع يعني لازم ترجع الجهاز وتتراجع البيانات ويتم معالجه البيانات والكلام ده كله، فدي كانت بتاخد وقت كبير. يعني كنا بنقعد سنتين عشان نطلع النتائج النهائيه للحصر بتاع السكان او المباني او المنشات. دي هرجع برضو لسؤال حضرتك سكان اللي هو حضرتك السؤال اللي احنا مش اللي حضرتك بتساله بس ده احنا كمان بنتساله، والناس كنا عندها فكره ان جهاز المركز التعبئه العامه والاحصاء ده جهاز بيعد اسر بس. ده اللي هو يعني نقول مثلا نسبه كبيره من الناس فاكره كده، لا هو الجهاز بيعمل اربعه يعني 12 شهر. عباره عن ايه؟ الجهاز بيتم حصر جميع ما هو موجود على ارض جمهوريه مصر العربيه من مباني وما بداخلها من وحدات سكنيه او منشات، وحصر السكان وحصر المنشات. دي الثلاث مراحل اللي هو بيقيم التعداد بيها كل 10 سنوات. التعداد السكان ده اللي هو بيبقى كل 10 سنوات، لكن حصر المنشات وخصائصها والمباني وخصائصها دي بتتم بصفه دوريه شهريه. طب انا عندي سؤال، يعني المشكله زمان في الموضوع الورقي ان يعني البني ادم زي ما بيتقال دايما عباره عن ورقه، المواطن المصري يعني عباره عن مجموعه اوراق يعني تمام. لو ورقه ضاعت تبقى كارثه وحاجات زي كده، هل هنقضي على الفكره دي؟ لان زي ما كنا بنسمع في حالات كتيره جدا برضو واحد اتكتب انه ميت فراح يقول يا جماعه انا عايش، قال لهم هات لي ورقه تثبت انك عايش، قال له طب ما انا قدامه، يعني حاجات زي كده سمعناها، فهل ده هينتهي برضو عشان الدنيا تبقى واضحه؟ بص حضرتك احنا ده اسمه حصر شامل. الحصر بتاعنا برضو لو احنا تخيلنا كده في الاستمارات الورقيه كنا بنروح بسجل، والسجل كل اسره تخصها سطر بناخد اسم رب الاسره وعدد الافراد ذكور واناث، وبعد كده دي في المرحله الاولانيه. زي المرحله المباني اللي هي انتهت يوم 20/3 بدات من 1/2 انتهت 20/3 اللي هي المرحله الاولانيه دي. دي كنا بنحصر فيها المباني وخصائصها من وجود شبكات عامه اذا كانت كهرباء صرف صحي غاز
بناخد خصائص المبنى وبيتكون ايه من المبنى. المبنى ده مغلق خالي مكتمل مشغول كلي جزئي، وبناخد الخدمات اللي هي مقيمة فيه، بناخد سند بنائه، بناخد عدد الأدوار، وبعد كده بناخد اسم رب الأسرة وعدد أفرادهم، وبناخد المنشآت اللي موجودة. ده حصر شامل لحصر المباني ما بداخلها. أما المرحلة اللي احنا بصددها دلوقتي اللي هي المرحلة المهمة اللي هي حصر السكان. أيوة. بنحصر عدد افراد الاسر، الاسر كلها بعدد افرادها يعني بخصائص كل فرد. حصر السكان فقط اللي هو هيبدا اللي هو بدا يوم 18 يعني. المرحله الثانيه بالظبط. أيوة. اللي هو بدا يوم 18/4 او امبارح وهينتهي يوم 26/5 بعدد الاشخاص يعني والمتوفين والكلام ده كله ولا الاشخاص بس؟ لا بص حضرتك احنا بالنسبه للمرحله الاولى احنا خدنا عدد اسم رب الاسره وعدد افراد الاسره. كويس. ده بناخد اطار ونعمل بيه المرحله الثانيه، بنقول للجماعة اللي هينزلوا المناديب التعداد خشوا على الأسر ديت واحصروها، شوفوا عدد الأفراد بتاعتها ايه وكل فرد سنه كام، الحالة التعليمية، تسربه من التعليم، جميع خصائصه، بيشتغل ما بيشتغلش، عنده تأمين صحي، بيستفاد منه ولا لا، بناخد خصائصه كلها في خلال المرحلة اللي هي بدأت من يوم 18/4 لمدة 38 يوم هيتم فيها الحصر الشامل لجميع أفراد. تجميع المواد عن طريق ايه؟ مندوبين ولا في اساليب الكترونيه تليفون؟ لا بص حضرتك احنا التعداد ده احنا بنمهد له من 6 سنين، يعني بعد ما انتهى التعداد الاولاني قعدنا سنتين وبدانا نعمل تهيئه وتجارب بنعملها على الاستمارات ونشوف مدى وجوبها، هنزود فيها هنقلل فيها، يعني في استيعاب للجمهور منه، بيتم الوصول للجايد او الحاجه المثاليه للبيان اللي هو ممكن ناخده من الجمهور. زائد ان جميع الوزارات قبل ما بنبدا التعداد بنجيب وزاره الكهرباء، القوى العامله، التربيه والتعليم، وبنشوف يعني كل وزاره طالبه بيانات ايه. يعني احنا البيانات اللي هي موجوده اللي احنا بنسال بيها كل فرد من افراد الاسره دي عباره عن احتياجات الوزارات المختلفه اللي هي المختلفه من البيانات اللي هي عايزها، عشان برضو عشان الناس ما تفتكرش ان الضرائب بتطلب مننا بيانات عدد المنشآت اللي هي او عدد العاملين اللي هي التأمينات الاجتماعية الناس اللي مش مؤمنة. لا احنا بياناتنا كتعداد كجهاز مركزي تعبئة عامة واحصاء بيقام على سرية البيانات الفردية. معلش ركز في النقطة دي. تمام. سرية البيانات الفردية، اصل في مشكلة عندنا. اتفضل. في اسر اشوف مندوب التعداد يا اللي مش تفتح له يا اللي مش تتعامل معاه، ما بيكونش في فهم اصلا لدوره، هتدي له معلومات غلط، يقول لك اول يقول لك مثلا اصل ده هيجي بعديها ضرائب عقاريه، اصل انا هقول له ليه المعلومات الحقيقيه، اصل كده هم هيستخدموا المعلومات دي بعد كده ضدي. اولا او حتى بشكل امني، يعني حضرتك عارف احنا طبيعتنا مصريين خوافين، يعني طبعًا اي مندوب بيعدي علينا في البيت بنبص معاه السحريه نفتح ما نفتحش زي كده. طبعا مع عدم وجود او ضآلة وجود الوعي الاحصائي عندنا ده بيسبب لينا احنا بعض العقوبات ان احنا ناخد البيان، بس من خلال تعاملنا وتدريبنا للناس اللي هم نازلين بندربهم على اعلى مستوى، بنقول لهم ازاي يعني تتفاهموا مع الجمهور سواء كان الحاله الاقتصاديه بتاعته ضعيفه او عاليه جدا، او الحاله التعليميه بتاعته ضعيفه او عاليه جدا، ازاي بتتصرف، اقول له تعداد هيقول لك نعم. لا ما احنا ازاي بقى نخاطب الفئات اللي هي الاميين وبرده الدرجات العاليه جدا، ازاي نخاطبهم، ازاي تخش على المبحوث او الراجل اللي انا عايز منه البيان، ازاي اتعامل معاه، اديله ازاي الثقه في انا كراجل جاي من الجهاز عشان اقول له ان البيانات اللي انا باخدها دي لصالحك مش لضرر ليك. دي ازاي، دي طبعا الناس اللي الصف كل اللي نازل من التعداد حوالي 25,000 مشتغل، 90% كلهم من الشباب من خارج الجهاز. 90,000 25,000 25,000 دي المرحله الاولانيه. المرحله الثانيه هتزيد 15,000، يبقى التوتال كله 40,000 مشتغل بيقيم التعداد وبتدربهم. طب نسبه المرتبات قد ايه تقريبا؟ هي بالنسبه للمعاون اللي هو في المرحله الاولانيه بياخد 2000 جنيه واي حد الشهر. ممكن يقدم عندكم عشان لو حد يعني اعلنا كتير وناس كتير اتقدمت ومش هم اللي بيقوموا دلوقتي بالشغل وشايلين التعداد. طيب بعد ما التعداد بيحصل احنا المرحله اللي بعد كده بقى المؤسسات ازاي بتستفيد مثلا من هذا التعداد عشان ما فاهمين الصوره صح؟ ما هو الهدف الاساسي من التعداد دوت الحصر الشامل، الهدف منه ايه؟
اولا هدي مثال برضو عشان ايه نتكلم برضو باللغه الدارجه اللي هو ممكن المشاهد يقدر يفهمها. نبسطها للناس. نبسطها ليه؟ دلوقتي انا لما هروح منطقه كانت حصر السكان فيها 100,000، كانت البنيه التحتيه بتاعتها من مرافق كانت على قد ال 100,000 بالظبط. دلوقتي في المناطق دي وصلت ل 300,000، البنيه التحتيه بتاعتها بقت ضعيفه، الكهرباء بقت ضعيفه، المياه ضعيفه، نتيجه الابراج اللي طلعت في بعض المناطق العشوائيه فقللت من ان المياه تيجي قويه او ان الكهرباء تتقطع كل شويه المتاحة. فدي احنا بنوفر المعلومه للجهات المختصه عشان توفر ميزانياتها او تحط امكانياتها في الحته دي، انا هزود فيها، هزود ميزانيتها شويه عشان اقوم ببنيه تحتيه. وزي المكان الصغير دوت كان فيه مدرستين، دلوقتي كم الاطفال او كم بقوا كبار، مش هتبان المدرستين، ده انا عايز 10 مدارس، انا عايز 5-6 وحدات صحيه، عايز مستشفيتين، عايز عايز عايز، الكلام ده كله هيبان ازاي غير من التعداد اللي هو هيوفر لي المعلومه اللي طيب انا هبني عليها. انا عندي سؤال لحضرتك، بالنسبه للاشخاص اللي ما عندهاش بطايق ولا اي يعني ولا اي ورقه، دي برضو بيتم تعدادها وبعدين يعني بيتم تصليح مثلا وضعها، ولا عايز افهم برضو من حضرتك؟ لا دي بص حضرتك، دي الجزئيه اللي حضرتك بتقول عليها دي هتلاقيها في النجوع، الحتت اللي هي البعيده جدا. لا والله في القاهره ناس على فكره كده، يعني مش هتبقى بالكم الهائل زي القوايل والحتت مش دي، هتلاقي ناس ساقط كده من ناس. دول ايه بقى وضعهم؟ دول بص احنا معلن ان احنا بنعمل حصر شامل، سواء كان مطلع بطاقه مش مطلع بطاقه، احنا بنحصر كل الافراد اللي موجودين على الارض وكل المنشآت اللي موجودة على الأرض وكل المباني اللي موجودة على الأرض. بدليل احنا في حاجة اسمها يعني مباني جوازية. يعني ايه مباني جوازية؟ الكشك والعشة والخيمة والنصبة والحاجات دي، ده احنا بنعتبره مبنى في عرفنا احنا كجهاز. ليه؟ عشان اقدر اوصل للي جوه الكشك دوت، او اقدر اوصل للي جوه الخيمة ده قاعد. فبعتبر المكان ده الخيمة او العشة مبنى اسمه مبنى تعداد عشان اقدر اوصل للناس. وده يساعد كمان الدولة في تحديد فكرة حجم الاقتصاد غير الرسمي قد ايه، وبالتالي ينبني عليها كمان ما دي اللي بنبني عليها خطط اقتصادية بالظبط كده. ده اللي هو النور الأحمر اللي بيوجه للناس اللي هم المسؤولين في الحكومة، المكان ده عايزين فيه، المكان ده عايزين نزود فيه عشان إفادة الأفراد والأسر. طب المرحلة الثالثة، يعني احنا كده اتكلمنا ان الأولى خلصت، الثانية احنا في صدادها دلوقتي. أيوة. أو في صدادها الثالثة بقى ايه؟ الثالثة ليها حصر المنشآت. بنحصر جميع المنشآت اللي موجودة على كل من يقيم نشاط، حتى لو هو واحد فاتح كشك صغير. مش الهدف برضه عشان ارجع واقول تاني، مش الهدف ان انا الضرايب. صعبة على فكرة. لا الهدف مش عشان الضرايب، الهدف عشان يعني ساعات في ناس بيعملوا صناعات صغيرة. دول بيحتاجوا ايه؟ توفير خامات معينة في أنشطة معينة. دي انا وظيفتي بقول ان كذا منشأة تعمل بصناعة جزئية معينة عشان أقدر أعمل ليها مقابلها تصنيع للخامات اللي هو محتاجها. ما بتسألوش بقى هل في تصاريح ما فيش تصاريح؟ لا لا لا، إحنا بص حضرتك أنا برضو هنبه على السادة المشاهدين كويس. أولا ما فيش أي بيانات مالية، يعني ما بسألش أنت بتاخد كام، أنت وضعك إيه الاقتصادي، الكلام ده كله لا. أي حاجة فيها مالية دي مش في الحسبان دي كويس. في ابحاث متخصصه بنكون بيها زي القوى العامله والحاجات الثانيه دي كلها. فدي بلوش في اي حاجه ماليه، حاجه اي حاجه ماليه. ايه تاني؟ انا برضه عشان انبه الساده المشاهدين هقول لهم اللي هيطلب منكم ايه عشان يبقوا عارفين. زائد قبل من اللي هيطلب منهم ايه، اي حد هيزورني احنا عاملين اي دي في علامه مائيه من الصعب ان هي تتزور، عليها الاسم، عليها رقم البطاقه، عليها الرقم المجانة اللي هو 0800 37 137. الرقم ده عبارة عن ايه؟ انا لو شاكك في اللي قدامي اتصل اتاكد، بتصل بقى بتاكد هو عندي الفلاني الفلاني ده ده مهم. 0800 37 137 137 137 137. ده عشان لو اي حد شك في هوية المندوب بيتصل وهو واقف كده مجانا. وان كان هذا المندوب بيحمل ايضا بطاقة هوية عليها علامة مائية صعب تقليدها أو ده لو شك هو، لكن هو بس بنطمن الناس. بنطمن الناس. في نقطة تانية برضه حضرتك يمكن دعابة قلتها في السكة كده من خرم الباب والله وكلام، وفي ناس في فعلا ناس بتتخوف
انها تفتح لاي حد. ماشي اوكي، ما فيش مشكله. ممكن انا لو افتح الشراعه بتاعه الباب واقول بياناتي وانا قافل الباب اقول بياناتي، ما فيش مشكله برضو، احنا عشان بندي برضو الامان. بالضبط. يعني هي البيانات شفهيا، يعني ما فيش اي ورق بتاكده. طب ما انا ممكن اي حد يقول اي بيان ويبقى فيه تضليل، يعني جزئيه دي. احنا مهمتنا، احنا صارفين مبلغ كبير جدا على الدعايه. احنا بنعمل الدعايه دي من فتره، بنعملها في هيئه القعده اللي احنا قاعدينها دي بوسائل. ايوه بس صحه البيانات يا فندم، صحه البيانات ما دي بتيجي من ايه؟ انا لو اقنعت المبحوث ان دي ليها مردود ليك عليك انت كويس، ان انا هوفر لك كذا وكذا، اقنعته، دي نمره واحد. نمره اتنين زي ما قلت لحضراتكم ان احنا بندرب الناس اللي هم نازلين يتعاملوا مع الناس ازاي اثق يثق فيا وهو بيديني المعلومه. طيب زائد ده فيه كلام. اتفضل. التابلت بقى، نيجي للتابلت. التابلت دوت خلاص لغينا الورقي اللي هو الاستمارات الورقيه، ما بقاش في مراجعه، ما فيش كلام من ده. التابلت نازل عليه الابلكيشن، نازل عليه الاستماره ببياناتها كامله. البيانات دي اللي معمول عليها حاجه اسمها اتساق او فاليديشن، يعني معناتها ايه؟ ان انت حضرتك مستحيل هتقول لي بيان متناقض معاه بيان في حته تانية لان استماره كامله. اوكي، يعني بالاسم بيطلع لك بقى كل حاجه عن هذا الشخص. لا مش بالاسم، يعني انا مثلا هسال حضرتك او الاستاذ وهقول له مثلا حضرتك شغال فين؟ هيقول له انا شغال بقى في صيدليه. انا هبدا في صيدليه. ماشي، طيب حصل على ايه؟ لا هو يقول مش بائع في صيدليه، يقول انا صيدلي. ايوه، في ناس كده بيبقوا قاعدين في 20 سنه في مهنه الصيدله بيعرفوا. تمام. ازاي يتعاملوا مع ده. يجي يقول لي بقى بكالوريوس هندسه ولا دبلوم تجاره، التابلت يقف ما يحركنيش لحاجه تانية. استاذن حضرتك اكيد المعلومه وصلت، بس عشان الوقت نورتنا جدا يا فندم، وكل التوفيق، ونتقابل بعد المرحله الثالثه بقى ان شاء الله. ان شاء الله. واحنا بنقول للسيد الساده الجمهور انهم يتعاونوا، لازم يتاكدوا ان دي ليها مردود ايجابي على حضرتك. مظبوط. بشكرك شكرا جزيلا. بشكركم مشاهدينا، ان شاء الله نشوف نتائج هذا التعداد، واللي حقيقي الواحد خايف شويه هنوصل لارقامنا الكام. ان شاء الله تكون كثرة، خلينا نقول مباركة منتجة، مش كثرة كغثاء السيل زي ما بيقولوا. هتبقى ثروة سكانية ان شاء الله. نستفيد بس بيها، هي دي الفكرة. شوف حضراتكم بكرة بإذن الله.